اليوم التجربه ورات انه بعد 2011 الطرابلسيه غادروا البلاد وتركوا جنان فاسدين مش فاسدين، هذه مساله ثانيه، لكنهم زرعوا الارض وعمروها، وكانت عنا هناشر جنان، كانت عنا اماكن تبارك الله، لكن فما شكون خذاها وهي ملك للدولة، واليوم خرابة، واليوم الزيتوني بس، والأشجار المثمرة يبست، واليوم هل فما مشكل في إدارة أراضي الدولة؟ هل عنا موظفين عزين على إنجاحها؟ هل فما تقصير؟ هل فما خيانات؟ هل فما لصوصية؟ هل 10 سنين نتاع عشرية الخراب تعديوا عنا مسؤولين يشاهد ولا يرى، يسمع ولا يفهم شنو بالضبط؟ يا محمد ها نقول لك شنو كان ثم توجه يعني مع سابقية القصد في أنه يصبح كل ما هو متعلق بالدولة فاشل، يعني باش تكون فما شركة فهمني معناتها حكومية راهي فهمنا قالها الفشل، هذا ما تم التسويق له والتكريس، هاتي النظرية وهاتي الصورة لدى الرأي العام، لأنه التعاطي كان مع رزق البليك، هذه كلمة رزق البليك راهو كان متعمد، يعني فهمني ليس تعاطي فهمني والله جابته الظروف الاقتصادية والمناخية وما إلى آخره، لا لا كان يتعمد ذلك، لأنه فهمتي الناس كانت اللي تنتمي للهياكل هذه الدولية كانت تقتات منها، يعني كان الفساد يعشش وكان الفساد يفرخ في هذه الهياكل، وبطبيعة الحال باش تكون النتيجة؟ النتيجة باش تكون بطبيعة الخراب، النتيجة تكون هذه النتيجة الخراب، هذا هو. طيب اليوم السؤال اللي باش نطرحوه في حلقتنا ولعديد المواطنين اتصلوا بنا وحكوا هنا، الجيش الوطني الأبي نجح في تعمير الصحراء، وتذكروا واللي ما يعرفش خريطة تونس من الفوار حتى المطروحة، من الفوار حتى رجيم معتوق عملوا الازدهار 1 و2 و3 و4 و5، والأرض الصحراوية تحولت إلى واحات نخيل تنتج أفضل أنواع دقلة النور. يا معز الحاج منصور، أليس الجيش الوطني ها هو أولى بنسير الشعال بالهناشر الكبار، إن كان المستثمرين والناس اللي خذات أرض الدولة مش قادرين على إدارتها، مش قادرين باش يستثمروا فيها، مش قادرين باش ينتجوا فيها، يا خويا ماكش باش نجم تزرع وتحفظ الزيتونة أعطيها للجيش أولى بها. ايش رايك في الكلام هذا؟ انا اذكرك انني ساهمت وان كان مساهمه بسيطه في زرع بعض اشجار النخيل في رجيم معتوق حين اعتقلت عام 90، وانا افتخر بتلك المرحله وبتلك التجربه، لانه فعلا شاهدنا وقتها كنت في الاتجاه ان المؤسسه العسكريه كانت تشرف، لا لا وقتها كنا طلبه، هي الجيش صلحه، لا لا بالعكس، لا انا ابن ضابط سامي في المؤسسه العسكريه وانت تعلم هذا، لكن مش هذا السؤال، حتى لا يتهموننا بأننا ندفع إلى عسكرة المؤسسات. أنا أقول لك تجربة أكل مسبح في البلفيدير، ترميم مسبح البلفيدير، وتلك الأيقونة الصغيرة الأنموذج الذي قدمت فيه إدارة الهندسة العسكرية أنموذج في العمل المتقن وقليل الكلفة، ساء إلى كثير من أصحاب القلوب المريضة. المسبح هو سيكون فاتحة تدشن عملية ترميم المؤسسات العمومية التي دمرها الفساد والخراب سواء في النظام السابق او في منظومه احساب الخراب، ولا نزيدك وهي مكسب وطني مهزة. طبعا انا نقطه فارقه، علاش تقول مكسب وطني؟ لانه هؤلاء يعرون يعني فهمتي الاوجه القبيح على خاطر هذو الناس غير وطنيين، لانه ما يعتبرش هذيك مكسب للوطن. شوف علاش؟ لانه فهمني يقول لك انا ومن بعد الطوفان حبوا سياسه الارض المحروقه. طبعا طبعا هو شوف هو ما حاولوها الارض المحروقه، هذا شيء بعد الشعال مش مازال تحت. هنالك رغبه محمد لتحويل كل عمل ناجح الى عمل فاشل، لكن الزياره في حد ذاتها زياره رئيس الجمهوريه
ليه نشير الشعار؟ فتحة خير. طبعا مش فتحة خير، نحن طالبنا بهذا منذ سنوات، مش واحد، كثيرون من النشطاء الوطنيين طالبوا بفتح ملفات مثل هنشير الشعار. علاش كنت نحكي لك انا هنشير النفيذة او غيره، وحتى جبل وسلات الذي خربه البيات في صراعاتهم، بامكان الدولة ان تعيد تعميره وترميمه من جديد وانها لا يا معز. شوف انت معز سامحني نقص على كلامك، انا سألت سؤال واضح وحتى انتم السادة المشاهدين مثالش جاوبونا واكتبوا وراءكم. اليوم في ظل عجز الشركات الاستثمارية على صيانة آلاف الهكتارات من أراضي الدولة وتحويلها إلى أراضي منتجة، الأولى توزيعها على شركات أهلية أو على مستثمرين جدد شبان أو تسليمها للجيش الوطني، خاصة لما نحكي على آلاف الهكتارات، وخلي العجلة الاقتصادية تدور وتصير مداخيل وتصير معتها الأرض هذه المحروقة تتحول إلى جنان. شوف أعطيني أنت رأيك يا معز صراحة. في الحلول، في الحلول الممكنة، من المستحسن الجيش قادر ولا طبعا أن المؤسسات الكبرى الضيعات الكبرى يجب أن يشرف، في نظري أنا يشرف عليها ظرفيا أو على الأقل في هذه المرحلة تشرف عليها المؤسسة العسكرية، ويقول لك راهي تمتلك عقارات وزارة الدفاع وتمتلك حقول وضيعات فلاحية عسكرية، وتمارس الفلاحة وتمارس الزراعة وتمارس الإنتاج. وفي وقت من الأوقات حين لم تجد الدولة يد عاملة تقوم بجني الزيتون في هنشير الشعار، المؤسسة العسكرية أرسلت الجنود هم الذين قاموا بجني الزيتون. يتفضل عاد قدمها أن المؤسسة العسكرية وأحاسبه على ذلك، وأنا متأكد أن العملية سوف تنجح لسبب بسيط، أنها على الأقل سوف تطرد لصوص الضيعات، خاصة اللصوص اللي يستناو في الخضارة السهلة اللي يأخذوا بها الغلة ويسيبوا الملة اللي يقولوه الآن. رجاء، وأنا في نظري رجاء من كل التونسيين أن تنتبهوا إلى أن الدولة مهددة، وأن عمليات تدمير الدولة وتخريب الدولة مرة من تلك الزراعات الصفراء هذيك اللي تم تجفيفها من الماء. وربما نسأل سؤال أنا في وزير الفلاحة والي صفاقس، مش والي حال، كل الولات الذين تداولوا على ولاية من عاد بن علي، أنا في نظري هؤلاء من 2005 ورد لهنا يجب محاكمتهم وإحالتهم على القضاء واليا واليا، لأنهم شركاء في هذه الجريمة، لأن الوالي هو مرجع النظر في الولاية وهو المعني الذي المعني بتحمل المسؤولية بتلك الجهة، ونحاكم معه كل مندوب فلاح وكل مندوب جهوي لأملاك الدولة. بهذه الطريقة بإمكانك أنك تؤدب كل الذين سيما معز سيما وأن هنشير الشعار يمتد على أربع معتمديات. طبعا أربع معتمديات عقارب وبن علي بن خليفة والغريبة وشكون فما والمحرس أربع معتمديات. فما بالله فمني أنا أثار فمني انتباهي فمني في خلال حوار رئيس الجمهورية فمني مع مسؤول فمني في الضيعة اقتزال عليه، المسؤول فمني كان دائما وابدا يشير إلى أنه فمني راو التراكتور الجرار ذاك راو تركي تي غادي الخراب بدا وقت جاء كي نقولوا جرار تركي قبل 2011 جاء بعد 2011. ومن الذي تعمد اقتناء الجرارات ومش حتى المعدات التركية اللي جودتها متدنية جدا وقطاع غيارها غير موجوده